ليا مشاكل شخصيه اذيني في اذيه كتير جدا ما كنتش ناوي اتكلم. لكن انا النهارده لو دخلت على صفحتي انا كاتب النهارده شفت اكيد نسجل اللعيبه الجديده للنادي، لقيته بيطلع بيقول انتوا عليكم 500,000 جنيه للنادي الاهلي. بتوع ايه دول يا عم؟ قال لك هو في عليكم قرار من لجنه المسابقات من 4 سنين ان عليكم بتدفعوا 500 شرط جزائي ولا حاجه للاهلي. مفيش اي حاجه. احنا كان اللي بيننا وبين الاهلي كان خد من عندنا اللاعب اسلام الفار، وكان لنا 3 مليون جنيه عند الاهلي، وبعدين رفعنا شكوى للاتحاد ما ردوش علينا. قابلت الكابتن محمود الخطيب وشرحت له وقال لي محمد اللي عدى عليها 3 سنين صعب جدا ان انا اعمل حاجه، وتقبلت اللي بيننا وبين الاهلي دايما عمار. تقبلت هذا الموضوع، لقيت النهارده بيطلع بقى بيدور في دفاتره القديمه. مع محمد الطويله بدا الحمله مع عبد الناصر زيدان، قعد يطلع في دفاتره القديمه، فجاء ان كان في زمان من 4 سنين موضوع الاهلي واسلام الفار والنجوم، وهو راح مطلع وقال لك لا ده كان في قرار ان 500,000 جنيه على النجوم اللي هي كان حقها 3 مليون. انا عايز اقول لك الفساد ده عبد الناصر، اتمنى ان خلاص يعني. انا عايز كمان على باسمك اشكر جدا 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 الدكتوره بسمه الحقيقه، دكتوره بسمه وهبه طبعا، وبرنامج 90 دقيقه طبعا. والله رغم انها مش متخصصه في الرياضه الا انها كانت بالنسبه لي على الاقل وبالنسبه للجماهير كلها كانت مقنعه اكثر من كثير من الذين يعملوا بمجال الرياضه. يكفي انها عندها الجرأه والشجاعه والكرامه لاسم مصر انها وقفت قالت الكلام ده. لو احمد مجاهد عنده ذره دم يستقيل ويمشي النهارده ويقول ويعترف باخطائه كلها. لا لا هو جاي يا فندم، جاي بملف معين لازم يكمله، ملف التخريب والتدمير، وانه يعلمنا الادب عشان سيده مشى بغير بشكل زعله. عبد الناصر انت راجل مهني وتعلم معنى ان يخرج الناس دي، تخرج من مطبخ الاتحاد. المطبخ مليان يعني قنابل والغام كثيره، فساد. لازم الحاجات دي تطلع عن طريق ان هم كانوا عايزين يعملوا مجلس منتخب يقعدوا 4 سنين، وخلال ال4 سنين دوت يخلصوا نفسهم من مليون مشكله قبل كده. هو انا مش عايز اتكلم عن شكل، لان كل الحاجات دي في الملف اللي انا رفعته في القضيه. اللي انا عايز اقوله بس ان انتبه يا عبد الناصر للجزئيه بتاعت ان محل ما ينفعش تدخل حكومي. هو مش اتقرا عليه، فهم قروا الفتحه على نفسهم لانهم اساءوا للكره المصريه واساءوا لمحبين الكره، اللي زي ما بتقول انت 100 مليون مواطن في مصر منهم على الاقل 70 مليون الحاجه البسمه الوحيده هي كره القدم. عايز اذكر سيادتك واذكر مشاهدينك ان لما عملنا الحلقه مع بعضنا كنا بنتكلم في ايه؟ المؤامره بدات في اعقاب خروج مصر من كاس افريقيا من بطوله ديمقراطيه، وخرج علينا المسؤولين. انا ما بحبش اتكلم كتير يعني عشان بس يبقى كلامي واضح. السيد الرئيس قال ان لابد تطهير هذه المنظومه، ولابد ان تبداوا تعملوا وضع جديد للكره المصريه يليق مع شغف هذا الجمهور بيها. فكان فرحه غير عاديه، وعملنا جمعيه عموميه غير عاديه مع ثروت سويلم، حضرها 99 عضو مجلس اداره عضو جمعيه عموميه، وتكلمنا ان احنا قلنا احنا اخذنا هديه كبيره جدا من الدوله، تعالوا نبني نعيد صياغه الكره. وفوجئنا يا عبد الناصر، انا قلت الكلام ده قدامك، فوجئنا ان ثروت سويلم، وسمعتك المكالمه اللي ثروت سويلم اتكلم فيها عن كل اللي حصل. قال ثروت سويلم انه راح للوزير يطلب منه ان هو يبعت للفيفا عشان نعقد جمعيه عموميه. قال له ولا كانك سمعت حاجه. الوزير قال له ولا كانك سمعت حاجه عن الموضوع ده. رجع ثاني بعت هو للفيفا بنفسه ثروت سويلم، فالوزير اتصل بيه قال له مش قلت لك اما نعمل حاجه ننسق مع بعض؟ قال له يا فندم الجمعيه بتتهمني ان انا راجل ضد الجمعيه وان انا متواطئ ضدها.
ده اللي حصل. وبعدين حكيت لك القصه كلها بتاعتهم. في احنا اتبعنا بيعه وحشه جدا جدا جدا. انا عندي تفاصيل للمؤامره. انا بحترم جدا الدوله المصريه وبحترم ان احنا يجب ان نشارك في منظومه واحده، لكن الامور انا هكون مضطر اعلن. هقول لك من عندك دلوقتي بكره هقرا لك الجواب، او لو عندك وقت كمان ربع ساعه تكلمني هقرا لك طبعا الجواب طبعا اللي طلع من مكتب الوزير اللي حصل. يا عبد الناصر بعت باسم السيد رئيس الجمهوريه شكوى للكتوات دوت المفوض عن الجمعيه العموميه لبلف اتحاد الكره اللي هو الاستقال ده، وعشان ما عشان نعالج مشكله لجنه الوصايا. فبعت بعت اول حاجه رئيس الجمهوريه مشكورا مكتب الرئاسه حولها على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء طبقا للقواعد مجلس الوزراء حولها على الوزير المختص، الوزير المختص حولها لمسؤول عنده عشان يدرس الكلام اللي احنا كاتبينه ويرد عليه عشان يرجعه لمجلس الوزراء. وقد كان رد الوزير على مجلس الوزراء بما معناه ان مفيش حاجه من دي خالص. ومجلس الوزراء طبعا بعت قال لي لا اطمن الشكوى بتاعتك احنا بحثناها ومفيش اي حاجه، احنا ماشيين في الرول السليمه. خرج علينا بقى الله يكرمه، اتمنى راجل محترم جدا 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 في وزاره الشباب والرياضه، هو اللي كان بيحقق في المذكره التي ارسلها رئيس الوزراء للوزاره عشان ترد على الكلام اللي انا كاتبه. الراجل كتب بالظبط، لو خليك معايا هنقرا لك ما قاله للوزير، والوزير قال لهم لا ما تاخدوش منه الورقه ديت، وبعت لرئيس الوزراء قال له لا احنا الكلام ده احنا متفقين مع اللي عمل الكلام ده اللجنه الاولمبيه، علما اللجنه الاولمبيه لم تدخل من قريب او بعيد. فرد مختلف تماما عن الرد اللي قاله المسؤول اللي هو حول له المذكره. انا مش من حقي دلوقتي اقول اسم المسؤول ده ايه، لكن لو لو لو, لو طلبت هقول. خليك معايا بفضلك. بص يا ريس. اتفضل يا فندم. كتب هو الوزير تقرير عن لجنه التطبيع. انا عشان اذكرك واذكر الناس بس، انا اتكلمت وقعدت للرئاسه وبعت اللي فيه والدنيا كلها، قلت ان يا جماعه كلمه تطبيع ولجنه وصايا وحضنت الفيفا وان احنا تحت الحكم الرشيد وان ده الملاذ الاخير وان احنا فقدنا صفتنا اللي هي بيقولوا عليها القدره على الاداره الرياضيه. تقرير عن الراجل كاتب بقى اللي هو المسؤول في وزاره الشباب اللي طلب منه يحقق في المذكره اللي انا بعتها ويرد على فكره المذكره كانت بناء على مخاطبه لرئيس الجمهوريه باسم الجمعيه العموميه، ورئيس الجمهوريه طبقا للبروتوكول والقواعد ارسلها لرئيس الوزراء الذي ارسلها لمكتب الوزير الذي بعتها للشخص ده يحقق. فكتب في التقرير الاتي: تقرير عن أزمة الاتحاد المصري لكرة القدم واغتصاب حقوق الجمعية العمومية بمعرفة الاتحاد الدولي وفرض لجنة وصاية على كرة القدم المصرية عن طريق لجنة التطبيع وبمعاونة داخلية. تتلخص الأزمة في استقالة أو إقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الكشف عن عدم قيامه بأعماله لإدارة شؤون الاتحاد بصورة طبيعية، وعدم التوفيق في اختيار عناصر من اللاعبين والاداريين والمدربين القادرين على تمثيل مصر بالمحافل الدوليه والمنافسه للحصول على البطولات الاقليميه والدوليه. بتاريخ 17/8/2019 تقدم بعض اعضاء الجمعيه العموميه، ده اللي كاتب بخير الراجل اللي بيحقق في الوزاره. تقدم بعض اعضاء الجمعيه العموميه وعددهم 91 نادي وهيئه استنادا للماده 2/23 التي تنص على ان يكون لربع عدد اعضاء الجمعيه العموميه الذين لهم حق التصويت في الجمعيه العموميه
طلب دعوة جمعية عمومية غير عادية. الراجل ده راجل متخصص، فبيقول للوزير، بيحلل الحالة كلها للوزير واخدها من أولها. وعليه تقدم طلب للسيد ثروت سويلة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في تعديل بعض لوائح النظام الأساسي للاتحاد مرفق رقم واحد. كان بيقول بيشرح الموضوع ويحط للوزير المرفق، مرفق رقم واحد. أرسل المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وهو المفوض بحكم لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم إلى السيد وزير الشباب والرياضة بمضمون وحيثيات طلب اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية مرفق رقم اثنين. يعني بيقول له على كل حاجة بتحصل ويحط له المرفق. ما قام به الاتحاد الدولي الفيفا ومخالفته لكل القوانين واللوائح المصرية والدولية بإرسال لجنة التطبيع وتدخلها في شأن الاتحاد المصري لكرة القدم واغتصاب صلاحيات الجمعية العمومية للاتحاد والتعدي على السيادة المصرية في المجال الرياضي، لأن مفيش حد يقدر يتحدى على السيادة المصرية، هم تعدهم على السيادة المصرية بمساعدة ممن ليس لهم ضمير. ده أنا اللي بقول الكلمتين الأخيرين ده عشان يعني هو بيقول دوت واغتصاب صلاحيات الجمعية العمومية للاتحاد والتعدي على السيادة المصرية في مجال الرياضي. وبيشرح تاني بيقول له لجنة التطبيع اللجنة الوحيدة التي وافقت على التعامل مع الملف المصري لكرة القدم دون باقي لجان الاتحاد الدولي. ودي نقطة أنا نفسي ما كنتش واخد بالي منها إلا لما رجعت الجواب امبارح. أنت ليه يا هاني أبو ريدة ولا الناس اللي في مصر ليه ما لجأتش لباقي اللجان؟ في 50 لجنة في الاتحاد الدولي، ليه رحتوا لجنة التطبيع؟ لأن زي ما قلت لك هي لجنة فاسدة، وبقرار من الاتحاد الأوروبي زي ما قلت لك قبل كده قالوا عليها إنها لجنة سيئة السمعة وما بيتعاملش معاها الاتحاد الأوروبي نهائي. فاتحادنا فالناس بتوعنا لما حصلت المشكلة ديت ذهبوا على طول إلى لجنة التطبيع علشان يورونا القرف اللي شفناه سنتين وشوية. فهو بيتكلم بيشرح للوزير بيقول له لجنة التطبيع هي اللجنة الوحيدة التي وافقت على التعامل مع الملف المصري لكرة القدم دون باقي لجان الاتحاد الدولي، لعلم باقي اللجان بأن الإجراء الذي تم غير قانوني ومشبوه. أن الإجراء الذي تم غير قانوني ومشبوه، ده المسؤول في وزارة الشباب والرياضة المسؤول عن التحقيق في الشكوى أو مراجعة الشكوى اللي أنا بعتها لرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء. وبيكمل الراجل بيقول لجنة التطبيع هي لجنة عقوبات وفرض وصاية على الدول التي بها فساد في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي. تاني بيقول له يا سيادة الوزير ان لجنة التطبيع هي لجنة عقوبات، يعني احنا من اولها كده يعني بدون عقوبة، وفرض وصاية على الدول التي بها فساد في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي. وبيقول له تاني لجنة التطبيع هي لجنة مشبوهة في اعمالها وهي لجنة وصاية وليست لجنة تسيير أعمال. وراجل طبعا جاب الكلام ده كله من المكتوب في التكست اللي بتتعمل في الاتحاد الدولي. بعدين بيشرح له برضه تذهب هذه اللجنة للدول التي يوجد بها فساد إداري والتي بها فساد في المجال الرياضي. الدول التي تشرف عليها هذه اللجنة حوالي 11 دولة على مستوى العالم، ومصر هي الدولة رقم 12. وجاء بتقرير هذه اللجنة للتطبيع عن مصر، يعني هم لما جم يعملوا الموضوع قالوا ايه عن مصر عشان يطلعوا قرار الوصاية اللي بيقول كده المسؤول اللي كان بيحقق من قبل الوزير. قال له وجاء بتقرير هذه اللجنة عن مصر ان الإدارة الرياضية في مصر المجال الرياضي يعني مجال فاسد، وأن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لا تستطيع أن تفرز من خلالها انتخابات مجلس إدارة على مستوى المسؤولية نظرا للفساد الذي يعم على المجال الرياضي والإدارة الرياضية في مصر. يا عالم اسمعوا من فضلكم الكلام ده نتيجة تحقيق المسؤول الأول في وزارة الشباب والرياضة
بعد الوزير في مثل هذه الحالات، يعني لما بتيجي شكوى راحت لرئيس الجمهوريه ومن بعده راحت لمجلس الوزراء وتحولت للوزاره، فبيكلف المسؤول اللي هو منوط بهذا العمل. الراجل بيقول لك ان الكلام ان 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 ان, إن, إن مجال ان احنا اتقال علينا ان